مثل ما تفضلت سعادة المستشارة، المباحثات كانت مباحثات متميزة وكانت صريحة، وكنا نتحدث على الأزمة اللي موجودة في الخليج بين قطر وبين الجيران. وكما تعلمون احنا الآن أكثر من 100 يوم من الحصار على دولة قطر، وتحدثنا عن استعداد قطر للجلوس على الطاولة لحل هذه القضية، ونشكرهم أيضا على دعمهم للمبادرة الكويتية، مبادرة صاحب السمو الشيخ صباح التي دعمتها قطر منذ البداية، وسوف تظل تدعمها إن شاء الله إلى أن نصل حل يرضي جميع الأطراف. سعادة المستشارة تكلمت عن مكافحة الإرهاب. نعم، كلنا نكافح الإرهاب بنواحي أمنية، ولكن أيضا يجب نركز على جذور الإرهاب وأسباب الإرهاب. ربما نختلف مع بعض الدول العربية في تشخيص جذور الإرهاب، ولكن كلنا متفقين بأن يجب أن نحارب الإرهاب.